في الفقرة الأخيرة نستضيف إبراهيم الجوني عبد الله، رئيس جمعية الأبرار لأمن حراسة المساجد. أهلا وسهلا بك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإبراهيم الجوني، أين شفنا يعني الجمعية عند الناس شغالين معكم زيهم هنا؟ الشمس أبيض والسور الأسود، فأكيد الجمعية اشتغلت. فكيف يعني كيف جاكم الفكرة أنه تأسسوا جمعية وشباب يجي يحرسوا المساجد وشنو منين جت الفكرة دي؟ أنت دام أنت الرئيس. بس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول نقول رمضان كريم لجميع المشاهدين، سواء كان في داخل تشاد أو خارجها. طبعا الفكرة جنة يعني في 2009 2009 كان 5 شهر 5، يعني في بعض المساجد يعني إنما الإمام قاب بخطب في صلاة الجمعة، يعني في يالا الدقوق دي يعني قاب بس أجوا الناس، ما بخلوا الناس بس مو الخطبة ده بجري بيجي وده بجي بيني لذا خلاص لمينا يعني أشخاص يعني مؤينة لمينا وقلنا لابد أن يكونوا شيء يعني جمعية أو كان مؤسسة كيسة غيرها عشان تهم الشباب ده يالا الدقاق ده من المساجد. ما يسوء يسأجل المصلين بعد ده يعني تأدبهم يعني تأدبهم تأدبهم ندوم ما يسوء حركة خلاص. اتمانا مع شباب وكوننا جمعية شباب الأبرار. بعد ما كوناه خلاص وزعنا اول بدينا في مسجد واحد، خلاص كل الناس كل يالا الدقاق ده نجمون في محل واحد بقولوا جينا الصلاه ده من هناك جاي ده تعال بقولوا بهالوقت بقولوا مش اللي يعني قلنا خلاص ما نقف في المسجد الواحد ده. فوسعنا في المساجد في الاصل جمعنا وخلاص. بعد قلنا يعني كان انتفينا في اخر يمتى المسجد غير هذا ما بكون لابد ننشر شيء اخر. خلاص بدينا نمشي الاماجن ننظفه وكذا ما شاء الله. بعد ما بدينا كان ننظف ورا خطينا فكره جنه يعني للناس الارامل وبعض الناس يعني في لباس اديل في العيد ما فيه وكذا. خلاص خطينا يعني خاص شيء بيسموه تفتيش الحاره. تفتيش الحاره خطيناه يعني من ضمن في داخل جمعيه الابرار بس اسسناه وقلنا يكون تفتيش الحاره. تفتيش الحاره كيف؟ في بعض الناس يعني كمان في وايد مات كان في قصرنا 2009 كان في وايد مات ده خلقانا ده يعني ما بودهم بقسمهم للناس بلموه طوالي في السلتين وبياكلهم تشوم خساره. خلاص بدينا قال نفتش في الحارات خلاص كل خلقانا زي ده نجموهم نغسلوهم ونريباسي بروب ونودهم للناس المحتاجين ودوم للناس الضعيفين. بعد طوالي ظهرت بوكو هرام في 2015 قلنا لابد من جانب المساجد ده نهم المصلين كيف؟ لابد الا نمشي ننسق مع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ووقت ذاك فضيله الشيخ الراعي لسنة سنة بكر عليه رحمه الله مشينا اليه وقال لنا ده اين الشباب اول كله بنفتشهم وما لقيناهم. خلاص يلا ابدوا في المساجد. كنا يعني دايرين قدان يعني ده قبل تاسيس الجمعيه لانه 2015 2009 بعد ما اسسنا الجمعيه 2009 يعني شهر 5 يوم 5/5 2009 تم تاسيس الجمعيه وماشيين لحد 2015. لا جينا 2015 يعني قلنا لابد نجوا ننسقوا معهم رسميا كيف يكونوا في حمايه المساجد. خلاص جينا نسقنا معهم وبنينا في امل المساجد يعني تم بيننا وبين المجلس وبيننا وبين الشرطه تنسيق كافي. وانما رئيس الجمهوريه المشير عليه رحمه الله يعني جاب خطاب قال لابد كل المواطنين ان يقفوا مع الامن اذا راوا شيء يعني اذا كان شافوا شيء ما عجبهم في الحاره او في الكارتيه او في الشيء ده خليه يبلغوا الشرطه باسرع وكذا. لذلك يعني قلنا خلاص لابد من جانب المساجد ان يشيلوا حميتهم. خلاص سين ايصايات للمساجد القارين في العاصمه الجميله غرابه 945 مسجد في العاصمه الجميله وهذا في 2015 بنينا كل المساجد خطينا اي هاره نسقنا مع الشباب خطينا 20 20 20 في كل المساجد. خلاص قارين في حمايه المصلين في خلال صلاه العيد او في التراويح او في التهجد او كان في صلاه في الجمعه كلها الشباب ده قدرنا خلينا من ثم يعني وقال لنا خلي شغلنا ما بيجي في الاصل جميلة وهذا. بعد انتقلنا مشينا مندو مشينا كيلو جينا مشينا ابشي ما شاء الله جينا مونغو جينا في الولايات كلها
اسسنا الجمعيه دي، وهم من شباب من الولايه بس يختاروا شباب اي كل ولايه شبابهم بس نختارهم ونسولهم دوره تدريبيه زي ما الدوره التدريبيه الامانه هنا الشرطه هنا كناش نسولهم دوره تدريبيه ونخلهم في معلم نسول دوره التدريب هناك ونخلهم. اذا الجمعيه قاعد تقوم بعمل كبير جدا خاصه ان يعني قاعد تشمل الجوامع الموجوده في جمعينا. طيب هل في اقسام اخرى للجمعيه؟ فروع اخرى؟ فروع قاعده في نفس هسه قلت قاعده في مندو في كيلو في ابشا في المساجد. بالنسبه لنجمينا هنا اي في نجمينا عندنا يعني نظام داخلي ده بالنسبه للعاصمه كل ارندسوما عندها مندوب مندوب خاص بالابرار قاعد في الدائره الاولى لها مندوب في الدائره الثانيه الدائره الاشرف كلها الاشرف كلها انهم مناديب كده قاعدين. هل في دعم معين بيجي من جهه معينه للجمعيه ولا بجهود خاصه كمان؟ والله الاكثر بجهود خاصه في كل المناديب ده انها خاص شيء رمزي في الشهر يعني ايوه بجي بزقوا في الكيس ونعمل بها نشاطاتنا لكن اذا جاءت الضروره ينتقزوا اكثر للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه نقول لهم زي ده في المسجد دور نعمله لابد لا تكفوا معنا خلاص ما نقول نوقفوا معكم في اسباب لكن واسخ من خلال رمضان كيف عملكم هسه؟ والله الحمد لله برامج رمضانيه كالعاده زي هسه الاخ محمد قال يعني التعامل مع الناس ويعني الوقت اول برنامج هنا لاريكو جينا في وقت مناسب ما شهر خلال شهر رمضان وبتا لم يتونا مع الاخ محمد حجينا في كيف التعامل مع الناس يعني اننا حتى الان اليوم ده اننا كيفيه التعامل مع الناس دوره تدريبيه خاصه للشباب ده اليوم ده في اول يعني نقول في اول يوم رمضان جينا في البرنامج السوسو يعني شوف بعض المصلين يعني بعض الاخلاقيات ده يعني كويسه ما كويسه اصليا حتى انا الموجود في 2015 كان في واحد داخل المسجد وهنا منتظرين يعني قلنا اخويا اني تفتيش كده خلاص الشباب ديل قالوا هو ده ناني كبير اوكي خلاص نقول لهم خليه يفتشوا يدخل هو يرفع ايده لي انا كف لا حول ولا قوه الا بالله خلاص نقول للشباب ده انتوا اصبروا ما زي ده لو نتعامل معهم زي كل ما هو ضرب انت تضرب الشيء بشد وانتم ما تستفيدوا من اخلاقيتكم خلاص صبروا والله انت يضربوك وانا نقول انت ما دام الرئيس يضربوك نقول لهم لا كيفيه التعامل مع الناس اللي الدوره التدريبيه الشرطه قاعده تعلمنا ما زي ده اصبروا ليه بعد ما هو خلينا من دون تفتيش اي عمل عنده صعوبات واي عمل محتاج صبر بعد ما هو مارك وزيد يتفكر فكر يكون مره بيقول يا اخي اخويا مسامه قبل ضربت اقول له اذا كان الضرب معنا كان ضرب ما خلص شكرا لك بارك الله فيك شكرا القوني ابراهيم القوني وكذلك الشكر موصول لمحمد عبد الواحد شكرا لكم جميعا نتمنى لكم التوفيق فشكرا نتمنى لكم التوفيق والسداد ان شاء الله مشاهدينا بهذا القدر ننهي هذه الحلقه والسلام عليكم ورحمه الله